زميلنا العزيز فاروق صلاح مرئيس القناة الأهلي عشان نطمن من خلاله على آخر الترتيبات والتحضيرات الخاصة بالفريق قبل مباراة اليوم الهامة. يا فاروق مساء الفل عليك. كل التحية ليك يا أمير، وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. وبإذن الله أمير بنبرة تفاؤل وبتفاؤل بإذن الله يوم يكون مميز النهاردة لفريق النادي الأهلي، ويستطيع أنه يفوز على فريق المريخ السوداني ويحقق 3 نقاط تكون في غاية الأهمية في مشواره في دوري المجموعات بإذن الله. يا فاروق يعني وصف لنا كل التحضيرات الاستعدادات ماشية إزاي، محاضرة الفريق برنامج الفريق النهاردة قبل هذه المباراة، وكيف هيأ نفسه الجهاز الفني واللاعبين لضرورة تخطي هذه العقبة في ظل موقف صعب احنا حاطين نفسنا فيه، فحطنا في الصورة معاك يعني. كلمة مهمة جدا يا أمير، ضرورة إن الفريق إزاي والجهاز الفني هيأ نفسه إن هو يعني يتعامل مع هذا اللقاء. خليني أقول لك بعد المباراة الأخيرة وفوز الأهلي على فريق فاركو، طبعا خلاص الأهلي بيقفل صفحة الملف الدوري المصري وبدأ الاستعداد لمباراة المريخ السوداني في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى لدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. طبعا مباراة في غاية الأهمية، وأنت قلت أمير طبعا النادي الأهلي حطينا نفسنا في هذا الموقف، لكن مستر بيتسو موسيماني في كلامه مع اللاعبين يعني النهاردة أمير تقدر تقول ان هو حاول يعني يستثير اللاعبين ويفكرهم ان احنا ابطال افريقيا في اخر نسختين، احنا احرزنا البرونزيه في كاس العالم في اخر برضو نسختين برونزيه كاس العالم، بيحاول ان هو يعني يرفع الدوافع النفسيه بالنسبه للاعبين في هذا اللقاء ويشدد على ضروره استغلال الفرص، ودي نقطه مهمه افرض لها مساحه طويله جدا يا امير. استغلال الفرص والامر مهم جدا ان انت في مباراه الدوري ممكن تبقى في فرصه للتعويض، لكن مباراه الدوري ابطال افريقيا لازم نغتنم النصف فرصه. طبعا كان المران الاخير لفريق الاهلي بالامس على الاستاد مختار التتش، يعني عايز اقول لك الحاله النفسيه والحاله البدنيه اللي ظهر عليها لاعب النادي الاهلي النهارده، تقدر تقول يا امير كل اللاعبين جاهزين ان شاء الله في هذا اللقاء دوافع جديده. عايز اقول لك برضو عوده الكابتن سيد عبد الحفيظ وانضمامه، نقول له الحمد لله على السلامه بعد سلبيه مسحه كورونا بالنسبه للكابتن سيد عبد الحفيظ وايضا دكتور احمد ابو عبله. يعني وجود الكابتن سيد يا امير انت عارف بيبقى مهم جدا في هذه المباريات او المعسكر، بيبقى وجوده مهم جدا في الدوافع النفسيه للاعبين، ويعني ملم جدا بكثير من الامور. طبعا انت عارف الخلق الدوافع ان انا اجدد الدوافع للاعبين، وان انا اخلق عند اللاعبين اهداف، وان انا اذكر اللاعبين ان احنا مقبلين على يعني مباراه مهمه جدا، وايضا ان احنا عندنا رقم عايزين نحققه ان شاء الله ان احنا نفوز بدوري ابطال افريقيا للنسخه الثالثه على التوالي في رقم غير مسبوق في القاره السمراء. طبعا مستر بيتسو موسيماني في اكثر من جلسه النهارده جمع التامير كابتن مستر بيتسو موسيماني مع الكابتن سامي قمصان ومع موسي محلل اداء وايضا سولومون، عرض كثير من الفيديوهات خاصة فريق المريخ السوداني خاصة آخر مواجهتين لفريق المريخ السوداني اللي يعني من خلالك برضو أمير إن شاء الله هننفرد بتشكيله لهذا اللقاء. طبعا. عرض فضل. مجموعة من الفيديوهات في لفريق المريخ السوداني في مباراة صن داونز ومباراة الهلال اللي كان فيها فاز فيها بهدفين مقابل هدف، وقف على كل نقاط القوة والضعف وأيضا مفاتيح لعب فريق المريخ السوداني. أنت عارف المشاورات بقى ما بين المستر بيتسو موسيماني والكابتن سيد كابتن سامي قمصان بقى على بعض اللاعبين، يعني دي نقطة مهمة جدا يا أمير برضو من خلالك عايز ان انا لاحظ يعني نفرد لها وقتها ان المستر بيتسو موسيماني القرار بيجتمع مع الافراد الجهاز الفني بيتشاور في كافه اللاعبين في المراكز في التوزيعات في التشكيل، كلها امور مهمه جدا ودي روح مهمه جدا يا امير هي روح فريق العمل. شفنا ايضا الثنائيات والروح العاليه محمد شريف يا امير، عايز اقول لك بقى النهارده حاجه حاله مختلفه تماما. يعني محمد شريف طبعا جاب جون بقى الماتش الاخير فالموضوع ظبط شويه. بالظبط يا امير، عايز اقول لك النهارده محمد شريف خلاص تقدر استعد تاني التفاؤل ونظره يعني الاستعداد الفرحه اللي عند محمد شريف بقى حاله تانيه. طبعا نتمنى له يعني ما استمراره في التهديف، واحد من اللعيبه المهمه جدا للنادي الاهلي. ايضا بيرسي تاو وطبعا الثلاثي بيرسي تاو وميكيسوني واليو ديانج، اليو ديانج تركيز تام في اللقاء، حمدي فتحي والثنائيه طبعا مع عمرو السوليه. يعني برضو يا امير حاله الروح اللي عند اللاعبين قفشه مع محمد محمود، محمد عبد المنعم مع مصطفى شوبير، عايز اقول لك ثنائيات مهمه جدا. وايضا الروح اللي بنشوفها بقى مع الكابتن سامي قمصان مع اللاعبين كابتن سيد عبد الحفيظ النهارده في يوم النادي الاهلي، اللعيبه كلها حاسه بقيمه المباراه، عارفين ان الثلاث نقاط النهارده في غايه الاهميه، مش محتاجين ان احنا نذكر اللاعبين باهم يعني اهميه اللقاء. لكن هقدر اقول لك نقطه مهمه جدا يا امير، انا اقدر اقول لك انا لمحتها يعني وانت ده يعني اثناء دخول اللاعبين للمحاضره محاضره الفيديو، الصوره اللي كانت
الموضوع على الشاشه اللي هيتعرض عليها طبعا المحاضره، او مستر بيتسو موسيماني هيتكلم فيها طبعا للتشكيل والامور دي. كان الصوره اللي كانت عليها الشاشه يا امير هي صوره تتويج النادي الاهلي ببرونزيه كاس العالم، يعني ده كان مشهد مهم جدا. يعني انا لمسته كده من مستر بيتسو موسيماني، عايز اذكر للاعبين احنا لا عايزين نروح هنا تاني، عايزين بالظبط يا امير. انت عارف الدوافع التحفيزيه والامور اللي بيشتغل عليها مستر بيتسو موسيماني، يعني انت عارف يا امير يعني لقطنا هذه المشهد مستر بيتسو موسيماني ووقوف منصه التتويج واللاعبين بتستلم الميداليه البرونزيه، ده مشهد ان هو يحفز اللاعبين وان انت تفكر اللاعبين ان دي المباراه اللي ان شاء الله تقدر توصلك ان شاء الله وتكمل مشوارك وانك تروح لكاس العالم للانديه وتحقق ان شاء الله ميداليه سواء ذهبيه او فضيه باذن الله. طبعا كلها امور مهمه. طبعا كان زي ما انت استعرضت أمير دخول اللاعبين المحاضرة الفنية لمستر بيتسو موسيماني اللي هيتكلم على كتير من الأمور. أقدر برضه أقول لك يا أمير تشكيل الأهلي مش هيختلف كثيرا عن المواجهات المواجهة الأخيرة أمام فريق فاركو، لكن الحالة الجاهزية اللي عليها باقي اللاعبين بتضع مستر بيتسو موسيماني في حيرة من أمره، لأن أنت عندك كتير جدا مفاتيح لعب مميزة تقدر تقول بقى هل طريقة اللعب 4-3-3 4-2-3-1 كلها حلول لمستر بيتسو موسيماني يا أمير. اكيد ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للاهلي النهارده يا فاروق. انا بشكرك شكرا جزيلا، شاطر فاروق في الحقيقه، زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي، يعني حطينا في الصوره بشكل كبير وكل الامور اللي تتعلق بالفريق قبل مباراته اليوم امام المريخ قالها لنا، فبنشكره شكرا جزيلا. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل اخر فقره في حلقه النهارده. يلا بينا.